تقول جئت للعمرة وأديتها وعلي ديون لم أسدد هذه الديون، هل عمرتي صحيحة؟ العمرة صحيحة، لكنك تأثم إذا كنت أخذت المبلغ الذي عندك واعتمرت به وعليك ديون حالة والمبلغ قليل لا يكفي للعمرة وللديون، الواجب أن تقدم الديون، الواجب أن تقدم الديون على العمرة. لكن ما دمت قد أخطأت واعتمرت عمرتك صحيحة وتؤدي الديون إن شاء الله بعد ذلك.